تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء. من علو العلو الارتقاء بين اصحاب قلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. أعطينا لكم تمارين اللي هي التمرين الأول، التمرين رقم 7 5 والسابع اللي من السلسلة اللي قلنا لكم نبدأ نحلوها. معليش هذون، وعليكم السلام، هذون تمارين بسيطة لكن كي نخدموا هذون ونخدموا حول المسعر كي ندخلوا في قانون كيرشوف وقانون هيس معناها راح يولي التمرين شامل. لازم تعرفوا واحد النقطة برك حبيت نقول لكم عليها، اللي راني دائما ندير هنا واحد روماني معناها كاين الجزء الثاني اللي هو اثنين روماني، معناها الجزء الاول في التمارين تاع الديناميك الحراريه الجزء الاول تاعهم دائما يكون حول العمل وكميه حراره او يكون حول المسعر، ما يكونوش مع بعضهم. معناها قادر يكون حول العمل وكميه الحراره او قادر يكون حول المسعر، اما الجزء الثاني يكون حول تطبيقات المبدا الاول اللي هو قانون كيرشوف وقانون هيس. هذول ان شاء الله الاسبوع القادم احنا في دروسنا راح نطرقوا الى نبداو بقانون هيس هو الاولانية ماشي كيرشوف باش يكون في عينكم. الان اول شيء لازم نقراو التمرين بسرعه ما نضيعوش فيه وقت ونقراوه مليح. تخضع كتله اللي هي ام يساوي 14 غرام من غاز احادي اكسيد الكربون، وحنا قلنا نتعاملوا مع الغازات المثاليه اللي هو سي او، الى تحول من حاله ا الى حاله بي. تشوفوا لازم المعطيات اللي عندكم كامل سواء الوحدات سواء التحولات. الآن الوحدات أعطالكم الحجم والضغط والدرجة الحرارة، هنا الليتر أتموسفير والكلفن. الحالة A إلى حالة B هنا أعطانا الحجم وأعطانا الضغط وما أعطاناش درجة الحرارة. هنا ما أعطاناش الحجم وأعطالكم قالكم باللي الضغط هو الثاني هو تعبي هو 2 بي A، أما درجة الحرارة تي A يساوي لكم تي 2. ما نوع التحول هنا؟ ثابت درجة الحرارة. جيد، بما أنه أيوة بلا ما يكتبها لك هنا في المعطيات، لكن كي تحلل الجدول وحدك تعرف معناها بلا ما خبرنا باللي هذا درجة الحرارة ثابتة، لكن كي نقرأ وشفنا أنه تي أ يساوي لكم تي دو، بما أنه تي أ تساوي تي دو إذن هذا التحول يتم عند تي كوستانت. أيوة والله. الآن السؤال الأول أكمل الجدول مع التعليل، دوك نبدأ نكمله. السؤال الثاني جد العمل واستنتج كمية الحرارة، معناها احنا عندنا غير تحول واحد اللي هو من A إلى B، قلنا عند T ثابتة، معناها نملأ الجدول ونحسب العمل لهذا التحول ونحسب كمية الحرارة لهذا التحول. الآن لو نزيد لكم سؤال ونقول لكم استنتج التغير في الطاقة الداخلية، ما تجاوبونيش الآن، خلوه لبعد، ما تجاوبونيش الآن. أيوة خلوه لبعد. السؤال الثاني هذا مسعر حراري سعته الحرارية سي كالوري يحتوي على كتلة آم واحد 100 غرام من الماء عند درجة حرارة تي واحد اللي هي 25 درجة، نضيف له كتلة منين اللي هي آم اثنين 80 غرام كذلك من الماء عند درجة حرارة تي اثنين اللي هي 80 درجة، نسجل درجة حرارة التوازن اللي هي تي إيكيفالو 46.5 درجة. أحسب السعة هذا باين بلا لأنه قالكم سعته الحرارية أعطانا كل المعطيات، ما أعطاناش ماذا؟ ما أعطاناش غير السعة الحرارية. قالكم أحسبوا، نعم قالنا أحسبوا السعة الحرارية لهذا المسعر، نحسبوها بعد نشوفوا كيفاش نطبقوا. السؤال الثاني من أجل تحضير مشروب ساخن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أجل تحضير مشروب ساخن بالمسعر السابق، معناها المسعر السابق نفس المحتوى تاعو، درجة حرارته ماذا؟ تي إيكيفالو، حجمه ماذا؟ 3 لتر. نمزج حجم في آ من الماء البارد درجة حرارته تي آ اللي هي 10 درجات، ما تقوليش بلي 10 درجات، ما تقوليش بلي تي آ 10 درجات معناها ماهوش بارد، بالنسبة لنا بارد. علاش؟ مقارنة مع من؟ مع تي اثنين، هكذا تي اثنين. جد الحجمين في ا وفي دو وعطانا ماذا؟ عطانا السعة الحرارية تاع المسعر وعطانا ماذا كذلك؟ عطانا
الكتلة الحجمية للماء، الكتلة الحجمية للماء. هذون التمرينين الموجودين في السلسلة اللي أعطيتها لكم، تمرين خامس والتمرين سابع. الآن نشرع في حل التمرين هذا الأول. الآن التمرين هذا نبدأ نحله. قال لك تخضع كتلة اللي هي أم، معناها أعطانا كتلة أم منين من السي أو اللي هي تساوي لكم 14 جرام، معناها ما أعطاناش عدد المولات. إذن هذه الكتلة ما أعطاها لكمش في الباطل، وما تنسوش باللي هنا أعطى لكم الكتلة المولية للفحم والكتلة المولية للأكسجين. إذن باش نحتاجه نحسبه إلى عدد المولات. قلنا من التحول A إلى التحول B، استنتجنا أنه من التحول A إلى التحول B يتم عند ماذا؟ عند T ثابتة. كيفاش عرفناها؟ قلنا لازم تقرأ الجدول وتحلل، أنه أعطى لكم الحجم، هنا ما أعطاناش الحجم بي، أعطانا الضغط هنايا، وهنا قال لكم باللي الضغط أنه بي أ، وبي دو وش يساوي لكم؟ 2 بي أ، معناها هو أعطى لك الضغط. إذا لو كان نحبوا نعرفوا بي دو هو بي أ، هو 3 نضربها في 2 تصبح 6، معناها نسنجوها. أما الحالة الثالثة قال لكم أنه تي أ يساوي لكم تي دو أ. إذن في هذه الحالة استنتجنا أن درجة الحرارة عند الحالة A تساوي درجة الحرارة في الحالة B. إذن هنا التفاعل يتم عند ماذا؟ عند درجة الحرارة ثابتة. جيد، بما أن نقول بما أن TA تساوي لكم T2، إذن التحول أو نقول التحول يتم عند T تساوي لكم كونستانت ثابت. خلاص هذه واضحه. الان نبداو نملؤ الجدول تاعنا. واش يخصنا في الحاله الاولى؟ يخصنا درجه الحراره. كيفاش نحسبوها؟ قانون الغازات. قانون الغازات، جيد. معناها حساب تي ا انطلاقا منين؟ عندكم بي ا في الفي ا يساوي لكم ان ار تي، بلا ما نقولوا تي ا ولا تي دو، نقولوا ولا نديروها تي ا، لا اشكال، لا اشكال، خلاص. معناها يستلزم انه تي ا واش يساوي بي ا في الفي ا على من؟ على ان ار. هذه نديرها في اطار. هنا نحولوا الضغط والحجم الى الباسكال والحجم الى المتر مكعب ولا ما نحولوش؟ جيد، لازم نحوله. علاش؟ لانه درجه الحراره لازم تكون بالكلفن، وثابت الغازات اعطاها لنا بماذا؟ اعطاها لنا بالجول على المول في الكلفن، لذلك لابد اننا نحوله. لكن ما عدناش عدد المولات، اذا لازم نحسبوا عدد المولات. جيد، عدنا ان وش يساوي؟ يساوي لنا الكتله على الكتله الموليه. جيد، احنا عدنا نديروا سلاش الكتله الموليه نتاع السي او وش تساوي؟ 12 زائد 16 شحال تساوي؟ 28 غرام على المول. جيد، اذا نروحوا نعوضوا ان واش تساوي؟ عندنا 14 28 0.5. جيد، 0.5 مول. اي والله، شكرا لكم. خلاص الان نروحوا الان نفتحوا صفحه جديده ونعاودوا نكتبوا القانون تاعنا. تي ا يساوي قلنا بي في الفي بي ا في الفي ا على ان ار، وقلنا ان وار ثوابت لا تتغير. اذا حنا واش عندنا؟ الضغط، الضغط عندكم 3 اتموسفير، معناها عندكم الضغط يساوي لكم 3 اتموسفير. اذا هذا واش يساوي لنا؟ يساوي لنا الى 3 في 1.013 في 10 قوة 5 باسكال. جيد، نرجع للحجم. الحجم عطانا 4.86، معناها في نعم في ان يساوي لكم 4.6. نعم، هذه 1.013 في 10 قوة 15. هذه التحويل، لأنه عندكم واحد أتموسفير. لحظة لحظة، يعطيها لك وإذا ما أعطاها لكش في الامتحان ماشي حاجة صعيبة. هذه عندك واحد أتموسفير يساوي لك إلى 1.013 25 في 10 قوة 5 باسكال. وهذه تعطى أغلب التمارين، تعطى هاي لك، هاي تعطى اغلب التمارين تعطى، لكن ما تستناوهاش يعطيها لك، ماشي حاجه صعيبه. واحد اتموسفير يساوي لك 1.013، ماشي شرط ديرو 25 في 10 قوه 5. حطوها 10 قوه 5 راكم صحاح هكذا.
لأنه واحد فاصل بالتقريبا واحد، هكذا ما تغيرش القيمة، تكون قيمة صغيرة جدا، هكذا ما تقلقوش رواك. والحجم، والحجم عندكم 4.86 لتر يساوينا إلى ماذا؟ 4.86 في 10 قوة ناقص 3 متر مكعب. خلاص نروحوا الآن للقانون تاعنا. القانون تاعنا تي أ واش يساوي؟ الضغط كان عندكم 3، إذا نضربوه في 1.013 في 10 قوة 5. الحجم اللي هو 4.86 ونضربه في 10 قوة ناقص 3 ونقسمه على من؟ على عدد المولات 0.5 وثابت الغازات 8.314. معناها شوفوا كي تكونوا فاهمين القانون كيفاش تجيبوه وفهمتوا نوع التحول، هذا ما هو إلا تطبيق عددي، رياضيات ما هيش كيمياء، هذه ما هيش كيمياء. واضح؟ أعطوني القيمة الآن تعطيها 805. بالعقل من كي تقولوا لي شحال 300؟ 655.26 300 وعشرين. ستمية. شفتوا كل واحد وش راني نسمع، نيش تسمع مليحة. 300. شفتي كم صايمين تاع الصح على حسابها. 300 55 فاصل 29. إيه هي نورمال مول، الآن راه الناس دير في الكاميرا مخفية وأنا راني ندير في التمرين. معليش ماشي مشكل، احنا قلنا هذه نكونوا كل يوم إن شاء الله نحلوا تمرين تمرين ولا تمرينين، الدنيا ما فيها إن شاء الله، ماذا بينا كل يوم هكذا ولا ما عجبكمش الحال كل يوم هكذا؟ اليوم بدأت اليوم، اليوم بدينا إن شاء الله. هاي خلاص كل يوم نديروا تمرين صغير، فكرة 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 حتى نولوا عندكم أفكار. والله ما كمش قابلين، إذا ما كمش قابلين ذوك نوقف. هاي لا هاي معلش. الآن هنا حسبنا الآن تي أ لقيناها، نعمروا الجدول شحال صبناها نسيت، 355 أول راي 355.29. خلاص بما أنه تي أ تساوي تي دو هذه واضحة. الآن نروحوا نحسبوا ماذا؟ نحسبوا في دو، في دو بما أنه هنا نفتحوا هنا يا صفحة، عدنا قلنا بي أ بي دو في الفي دو يساوي لكم ان ار تي، نقدر نحسبوها بهذا القانون ونحسبوها بطريقة واحدة اخرى، كاين طريقتين. شكون الثابت هنا؟ الثابت هنا هو درجة الحرارة. راكم تلاحظوا باللي هنا ان ار تي كامل ثوابت. ايوا وعدنا هنا بي ا في الفي ا يساوي لكم ان ار تي، هذه كذلك ثوابت، نحسبها بطريقتين. أي نحسبها بطريقتين، هاي الطريقة الأولى نطبقوا غير هذه اللي هي عندكم V2 تساوي لكم N R T على من؟ على P2. جيد، احنا قلنا أنه تشوفوا في الجدول باللي ما عندكمش P2، لكن قالكم P2 تساوي لكم 2 P A، نعاود نكتبها لكم هنا P2 تساوي لكم 2 P A و بي أ تساوي لكم 3 أتموسفير، إذا تولي عندكم بي دو شحال؟ 6 أتموسفير. خلاص أي الآن رح نعوضها، في دو واش تساوي؟ أن 0.5 ثابت الغازات 8.314 و تي صبناها، تي أ هي نفسها تي دو اللي هي 300 وشحال؟ 55.29. عفوا 29. والله ونقسم ونقسمها على بي، بي هنايا اللي هي 6 ونحولوها ولا ما نحولوهاش؟ لازم نحولوها، نضربه في 1.013 ونضربه في 10 قوة 5. يعطوا لي فيديو شحال هنايا؟ حنا 2.43 2.43 في 10 قوة ناقص 3 هذه متر مكعب، وتساوي إلى 2.43 لتر. جيد، راكم معايا ماكمش صايمين، راكم صح فاطرين. يا مليح، نشوفوا نشوفوا الان الطريقه الثانيه. اي هكذا لازم تكونوا قافزين، ما تستناونيش انا اللي نخدم، انتم اللي لازم تخدموا. لا 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 مليح، نهار جي بي اليوم. الان نخدموا الطريقه الثانيه، تبعوا معايا. قلنا انه بي ا في الفي ا يساوي لكم ان ار تي، والله وعدنا بي 2 في الفي 2 يساوي لكم ان ار تي. خلاص إذا من هذا الزوج نستنتج أنه بي أ
في الفي عفوا 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 في ا في ا يساوي لكم بي 2 في الفي 2. احنا نحوسوا على في 2 اذا هنا في 2 تساوي لكم بي ا في الفي ا على من على 2 بي ا. اي والله بي 2 هي 2 بي ا. جيد جيد اذا كيعينوك ما تكلميش بزاف يدوك يعينوك في A هنا P2 هي قلنا شافوا اش كتبنا P2 تساوي لكم 2 PA معناها 2 PA معناها هنا واش يحدث PA مع PA تروح تولي VA نقسمها على 2 مباشرة اللي هي شحال 4 شحال كتعدنا VA 86 نقسمها على 2 شحال تساوينا إلى 2.43 هذه لتر خلاص صحيحة ولا ماشي صحيحة؟ نيشان واه نيشان شوالة شكاين هذا هذا هذه الحالة الجدول هنا عمرنا جدول الآن قال لكم جد العمل واستنتج كمية الحرارة معناها هذوك احنا العمل حساب العمل العمل هنا هذا عند تي ثابتة شوفوا الآن نعاود نبرهن شوفوا أنا قادر نحط القانون مباشرة بصح نبرهنوه أنا قادر نقول لكم بلي العمل يساوي ان ار تي لوغاريتم في ا على في 2 أو هو العمل يساوي لكم ان ار تي غير البارح برهناه لوغاريتم بي 2 على بي ا بصح خلونا شوفوا لا نعم يقولوا لنا جد ولا أحسب كاين فرق نفسه نفسه احنا الاسئله الاسئله باش ما يكونوش احسب 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 يقول لك جد احسب باش يكونوا بالتناوب شوفوا الان بيناتنا واحده منكم ولا واحد عنده الوقت ويشوف لنا شحال راح نضيعوا فيه كيفاش نبرهنوه هكذا هاي عندنا العمل عندنا ديلي دبليو في يساوي لكم ماذا ناقص بي ديلي في اخي هكذا الان نديروا التكامل اللي هو ديلي دبليو في واش يساوينا تكامل ناقص بي ديلي في من في ا الى في 2 وعدنا قانون الغازات المثالية اللي هو بي في الفي يساوي لكم ان ار تي اذا نخرجوا بي واش يساوينا ان ار تي على في هذه دوك الان نعوضها هنا يصبح هذا التكامل تاع ديلي دبليو في هو دائما دبليو في ما يتخيرش وهنا نعوضه ناقص ان ار تي على في من في ا الى في 2 راكم تلاحظوا باللي ان ار تي ها ديلي في نسيتها ثوابت معناها يخرجوا خارج التكامل يصبح العمل وش يساوي ناقص ان ار تي تكامل واحد على في ديلي في من في ا الى في 2 خلاص الان المشتق نتاع اللي اشتقيناه بني اعطى لكم واحد على في هو ماذا هو الان الان اذا العمل هنا وش يساوي ناقص ان ار تي الان في حدود التكامل من في ا الى في 2 وهذا وش يساوي لنا العمل يساوي لكم ناقص ان ار تي الان بين قوسين في 2 ناقص عفوا الان في ا ونعرفوا من الخواص تاع الالان كي يكون الان اكس ناقص الان ايغراك يساوي لك الان اكس على ايغراك اذا هذه او هذا العمل وش يساوي ناقص ان ار تي الان في 2 على في ا تخلوها هكذا راكم صحاح ونحسبوا ولا اشكال وما يخطأناش او نقلب ما داخل اللغه الالان هذا ونتخلصوا من ناقص اذا تصبح ان ار تي الان في ا على في 2 شحال دتنا الوقت هذه دقيقتين ونص ها وانا انا كنت نشرح لكم وشنو ربعه لا ما توصلش ما تفوتش دقيقتين ما تفوتش غير ما تخافوش هكذا باسكو راه عندي الوقت كانت 11 دقيقه وشي معناها ما فاتش وراه 14 دقيقه معليش كي نحبوا نرجعوها بدلت الضغوط عندكم بي ا في الفي ا يساوي لكم بي 2 في الفي 2 هذا شفناه مقبل هذا وين خرجنا هاوليك القانون هذا هو القهاو هنايا هاوليك اذا هذا نحتاجه انا نحتاج الى بي ا على في ا واش تساوي اذا بي ا عفوا في ا على في 2 يساوي لكم بي 2 على بي ا اذا هذه روح نحطها في القانون يصبح العمل ان ار تي لوغاريتم لا الان كي نقولوا لوغاريتم كاين يفهموها اللوغاريتم العشري معناها بي 2 على بي
عليك، حتى وما يطلبهاش منك، واذا كنت فاهم وتعرف تجاوب عليها برهنها. علاش؟ باش تدي العلامه تاعك مليح، ما تخافش وما تغلطش وتكون متاكد. خلاص. اذا الان تطبيق عددي، نحب نعوضه بدلاله الحجوم او بالضغوط، عندنا كل شيء، نحسبهم في اثنين باش نتاكدوا باللي ماناش غالطين. خلاص. اذا العمل ان 0.5، ثابت الغازات 8.314، تي اللي هي شحال 300 وشحال 55.29. اي والله. الان بي 2 هو 2 بي ا، ونقسمه على من؟ على بي ا. اي والله. ما تعوضوش القيم، كاين يروح يزرب يعوض القيم، لكن هنا اختزال، شفتوا هنا تختزلوا. اذا الان 2 تعرفوها شحال القيمه نتاعها، واحسبوا لي شحال تسيبوا لي الامانه. احنا 23.3. شحال شحال ساره؟ 1023.73. هذه بالجول، تحبوا تحولوها الى الكيلو جول تصبح 1.023 كيلو جول، معناها نقسمه على 1000. صاي صاي كما يقولوا الناس الغرب، صاي ما كاين حتى مشكل، ما كاين والو. الان نحسبوا بالطريقه الثانيه بالحجم، هيا نحسبوا الان بدلاله الحجم كيف كيف. معناها هنا عندنا دبليو في تساوي لكم 0.5 في 8.314 في 355.29. الان في ا، في ا هي 4.86، نقسمها على 2.43. هاي شحال تصيبوها؟ نفس النتيجة اللي هي 1.73 جول. خلاص نفس النتيجة. صعيبة هذه؟ ماشي صعيبة. خلاص السؤال الذي يليه قال لكم احسبوا لي العمل على ما اظن. العمل كميه الحراره. نشوف السؤال الذي يليه. احسب استنتج كميه الحراره. جيد. نعم هنا لو نروحوا نشوفوا، انا حسبنا اي والله هنا عند حساب كي، هنا كي تكون تي ثابته دلتا او تساوي صفر، دلتا او تساوي صفر، اذا يصبح عندك صفر يساوي لك كي زائد دبليو في. دوك ما تبالك وتروحوا تخطئوا وتقولوا انه كي تساوي لكم سي في دلتا تي، وتبداوا تخموا ومن بعد تقولوا تي هي ثابته اذا كي تساوي صفر. لا، خطا هكذا. اذا هنا كي التغير في الطاقة الداخلية معدوم، إذا هنا نستنتج أنه كي واش يساوي لنا؟ ناقص دبليو في، ودبليو في هذا وين حسبناها؟ إذا يستلزم أنه كي تساوي لكم ناقص 1023.73 جول. واكتبوها الجول، اكتبوه ماجيسكيل ما تكتبوش مينيسكيل، لأنه الوحدات الدولية هذون مثلا كما الكلفن كلفن، كما الجول جول، هكذا؟ خلاص. كيما الليتر كذلك كتبوه بالماجيسكيل، هذون كمعلومات فقط لازم تعرفوها. اي والله. الان هذا هو التمرين الاول، صعيب؟ لا. اي والله. اي روحوا للتمرين الثاني. هذا كاع خدمناه، نبدا ان شاء الله. ماشي مشكل. التمرين هذا الثاني اللي هو كان او نقولوا التمرين السابع بالنسبه للسلسله، اما بالنسبه لنا احنا التمرين الثاني. هذا عباره عن تمرين حول المسعر الحراري. مسعر حراري سعته الحرارية اللي هي سي كالوري، يحتوي على ماذا؟ 100 غرام من الماء عند درجة حرارة تي واحد اللي هي 25، نضيف له كتلة ام 2. شوفوا عندكم تي ا، شوفوا شحال كانت، شوفوا ام 2 شحال تولي، تي 2 اللي هي 80 درجة، معناها من 25 وهذا 80، نسجل درجة التوازن اللي هي 46.5. احسب السعة الحرارية للمسعر. هذا الجزء على بالي باللي خدمناه مع بعض في الدروس، بصح معليش جزء فقط هذا، نعاودوه. الجزء الثاني اللي هو ماذا؟ من أجل تحضير مشروب ساخن بالمسعر السابق، معناها المسعر السابق نفس السعة الحرارية اللي حسبناها له، درجة حرارته هي ماذا؟ 56.61 درجة. الحجم نتاع المشروب هذا او الماء اللي هو 3 لتر، معناها اعطانا بصفه عامه، عطى لكم في تساوي لكم 3 لتر.
نمزج حجم في A زائد في 2 اللي هو أعطيكم في A من الماء البارد، هذا بارد درجة حرارته اللي هي 10 مع حجم في 2 اللي هو شحال درجة حرارته 80.5. إذن المجموع تاع في A زائد في 2 يساوي لكم شحال؟ 3 لتر. بصح ما نعرفوش شحال عندنا في A وما نعرفوش شحال عندنا في 2، إذن لازم نحسبوهم. خلاص. الآن واحد الملاحظة فقط حبيت نقدمها قبل ما نبدأ نحلو، ما نخدموش بالفي A والفي 2 وإنما نخدمو بالكتل. علاش؟ لأنه السعة الحرارية نتاع المهنة أعطاها لك بالجرام ماشي باللتر، لذلك ماشي خاطئة، تلقوا نفس القيم نفس النتائج، لكن لا ما نقدروش. أنتم دوكا عندكم كي تساوي لكم، احنا نعرفوا السي في آم في ديلتا تي، تروح تحطها لي سي في الفي. هنا الفي راهو باللتر ولا بالمليلتر، وهذه راهي باش راهي بالجرام، اذا لازم تحولوا. واضح؟ هيا نبدا. هاوليك المسعر الحراري، انا جبنا لكم شكل للمسعر الحراري في البدايه. هذا المسعر درنا فيه ماذا؟ درنا فيه كتله اللي هي ام واحد تساوي قلنا 100 غرام. كي تخدموا بهذا الشكل تفهموا درجه الحراره تي واحد المسعر وام واحد تقاس ب 25 درجه. اذا المسعر ومحتواه هذا اللي هي ام واحد 25 درجه. بعد ذلك واش ضفنا له؟ ضفنا له ام 2، ضفنا له ام 2 شحال القيمه نتاعها اللي هي 80 غرام. درجة الحرارة نتاع هذه ام 2 فقط اللي هي تي 2 تساوي لكم 80 درجة. الان كي نديروا عملية المزج بين ام 2 وام 1، معناها واحد اللي هو المسعر وام 1 رايح يكتسبوا حرارة ولا يفقدوا حرارة في رايكم الان؟ لانه هنايا 25 درجة رايح يحدث لها ارتفاع، وهذه اللي راهي 80 درجة راح يحدث لها انخفاض، معناها المسعر وام واحد يكتسبوا حرارة وام اثنين تفقد حرارة الى ان يحدث ماذا؟ توازن. جيد، الى ان يحدث التوازن اللي هي شحال؟ 46 فاصل ماذا؟ 5 درجة. المطلوب احسب السعة الحرارية للمسعر. لازم تعودوا انفسكم بالاجابة بهذا الشكل، كي تشرح امامك بهذه الطريقة راك راح تفهمها. اللي ما فهمهاش وش معناها؟ مثلا انتم عندكم هنا ما نتكلموش عن المسعرة، عندكم هنا يا ام واحد درجة الحرارة نتاعها تساوي لكم 25 درجة، وعندكم ام اثنين درجة الحرارة نتاعها تي اثنين هي 80 درجة. والله دوك الان مثلا عندنا هنا كأس ثالث، دوك الان كي نفرغوا هذه 25 حجم معين ونفرغوا هذه اللي عندها درجة حرارتها 80، في رأيكم وش يحدث؟ معناها اللي راهي عندها 25 وحدة تزيد وحدة تنقص حتى يحدث توازن. وهنا بما أنه راه النظام مفتوح معناها يحدث تبادل، بصح احنا رانا في مسعر، في المسعر يبقى ثابت التوازن تي إيكيفالون. خلاص. الآن نروحوا نكتبوا جملة، وش نقولوا؟ نكتبوا احنا بما أننا في المسعر الحراري معناها مجموع كمية الحرارة وش يساوي لنا؟ الصفر. هذا نظام معزول. جيد. الآن عدنا أولا عدنا كين كمية الحرارة المكتسبة، شكون اللي اكتسب لنا حرارة في البداية في رأيكم؟ جيد، مسعر والآم واحد، الآم A أنا نسميها بكي واحد. لا هو في مسعر، هو قال لك في مسعر حراري دائما كيقول لنا مسعر في النظام، دائما المسعر دائما نظامه معزول، مجموع كميه الحراره معدومه. هكذا لو قال لك درنا مثلا جبنا اناء ومع اناء هنا مش نظام معزول، نظام مفتوح ويكون تبادل حراري. احنا دائما نتكلموا على المسعر الحراري. دونك انت في رايك، في رايك دونك انت عندك كاس سخون هذا ماء ساخن، ونجيبوا هنا يا كاس ماء بارد، دونك هذا الساخن راه يتبادل مع الحراره ولا يتبادلش؟ يتبادل. لكن دونك حنا مثلا نسخنوه كي يوصل 80 ويكون عندنا هنا مسعر، مسعر وهنا يكون عندنا ام واحد، يقول لك نفرغ بسرعه ونغلق، هنا ما يكونش تبادل.
ما يكونش تبادل، معناه غلقنا بسرعة. على هذيك هذا نظام معزول، والنظام المعزول درجة الحرارة تاع التوازن تبقى ثابتة متوازنة، لأنه هو معزول. أنت عندك ترموس تاع الحليب، كي ديروا فيه الحليب سخون يبرد؟ في رأيك يبرد؟ لا، معناه يحتفظ. لو جاي يفقد البرودة الحرارة نتاعو هذيك، أو يفقد، إذا كان درنا حاجة فيه باردة تفقد. إذن هذا مش معزول، هذا مفتوح. يا أخي تكلمنا على الأنظمة، نظام مغلق، نظام مفتوح، ونظام معزول. وقلنا النظام المعزول كمية الحرارة نتاعو واش يكون؟ تكون معدومة. خلاص، هذه الحالة الأولى قلنا كمية الحرارة مكتسبة، المكتسبة من طرف المسعر وام واحد هي كيو واحد، لأنه هما اللي يكتسبوا حرارة. نفرض نعطيكم العكس، فهموني حاجة واحدة أخرى. لو الآن يكون عندنا، شوف، يكون عندنا هنايا في المسعر يكون هنا ماء بارد، ام واحد تساوي 100 غرام، درجة الحرارة نتاعها تي واحد تساوي 5 درجات. لو نضيفوا لها ام اثنين تساوي ماذا؟ تساوي مثلا نعكس، لو نديرو ام واحد تساوي مثلا 80 درجة، وام اثنين مثلا نديرو 100 غرام ونديرو عن تي اثنين تساوي 5 درجات. دوك الان واش يحدث؟ شكون اللي يكتسب وشكون اللي يفقد؟ يكتسب ام اثنين ويفقد ام جيد. اي والله، لانه ام واحد والمسعر، ماشي نقولوا ام اثنين، نقولوا المسعر وام واحد هما اللي يفقدوا، لانه درجة الحرارة نتاعهم 80، وهنا يشحال ام اثنين درجة تاعها 5، معناها ام اثنين تكتسب حرارة وام واحد والمسعر يفقدوا. هذا هو المعنى. كي تفهموا هذا تقدروا تحلوا تمارين تاع المسعر كامل، سواء بالجليد او سواء بماذا، سواء مش جليد. الان هذا اذا معناها عندنا كي واحد وش تساوي؟ بما انه المسعر الحراري غير مهمل، اذا عندكم كي كالوري زائد ماذا؟ كي ام واحد، هذه هي الحرارة المكتسبة. درك الان نعوضوا العبارة تاعنا، كي واحد وش تساوي؟ كي كالوري وش يساوي لكم؟ سي كالوري في دلتا تي. اي والله، حيث دلتا تي تساوي لكم تي توازن ناقص تي واحد، زائد كي ام اثنين ام واحد اللي هي السي نتاع الماء في ام واحد في دلتا تي اللي هي تي ايكيفالو ناقص تي واحد. خلاص، هذه نديرها في اطار. خليني نشرح لكم، خليني نكتبوا العباره الثانيه ومن بعد نشرح لكم علاش درنا تي ايكيفالو ناقص تي واحد. وفي الحراره المفقوده درنا ماذا؟ درنا تي ايكيفالو، راح نديروا الان الحراره المفقوده هاي لك الان ثانيا، كميه الحراره المفقوده نرمزوا لها بكي 2. اذا كي 2 شكون اللي فقدت؟ قلنا تعمل تاع ام 2 اللي نسموها كي 2. الان كي 2 واش تساوي لنا؟ تساوي لنا السعه الحراريه نتاع الماء. اي والله، السي تاع الماء في ام 2 في دلتا تي، دلتا تي هي تي ايكيفالو ناقص تي 2، ونديرها في اطار. نفتح صفحه ونشرح لكم هذه. علاش حنا دلتا تي الاولى درناها تي ايكيفالو ناقص تي ان، ودلتا تي بالنسبه هذه المكتسبه وهذه المفقوده، علاش درناها تي ايكيفالو ناقص تي واحد؟ شوفوا معايا مليح، حنا كانت عندنا 25 درجه هكذا ناقص تي 2، ناقص تي 2 جيد. كانت عندنا تي ان 25 درجه، وكانت عندنا تي 2 تساوي لكم 80 درجه. الان كي مزجناهم مع بعضهم معناها تي ان راحت تي فينال بالنسبه لها هي تي ايكيفالو، و80 درجه هذه كي فقدت الحراره ولات بالنسبه لها تي فينال هي تي ايكيفالو. اذا هذه عندكم دلتا تي، وهنا عندكم دلتا تي. اذا دلتا تي هذه اللي هي النهائيه، النهائيه، وهذه الابتدائيه. اذا النهائيه بالنسبه لها تي ايكيفالو، والابتدائيه هي تي واحد. وهذه النهائيه بالنسبه لها ما تقوليش 80، تقولي لانه تي ايكيفالو 46 اذا النهائيه 80، لا، راهي كانت 80 وانخفضت انخفضت انخفضت ولات تي ايكيفالو اللي هي 46. اذا تولي عندكم تي ايكيفالو
ناقص تي 2. فهمتوني علاش درت؟ نعم. هل تي إكيفالو ناقص تي أ؟ تي إكيفالو ناقص تي أ. هيا شوفي، انت كانت عندك تي أ 25 درجة، هذه فهمتها. الآن كي درنا عملية المزج بين الكتلتين، حدث توازن ولا ما حدثش توازن؟ بالنسبة لتي واحد 25 درجة، ارتفعت ارتفعت ارتفعت، وين راحت؟ راحت للتي إكيفالو اللي هي 46.5 على ما أظن، إيه ولا لا؟ وهذه اللي كانت 80، كي درنا عملية المزج نقصت 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 حتى ولات 46، إيه ولا لا؟ إذا تي واحد بالنسبة لها النهائية تي إكيفالو، وتي اثنين بالنسبة لها النهائية هي تي إكيفالو، نسموها تي إكيفالو ولا التوازن، نسموها فينال، فينال ولا التوازن، هاي فينال باش تكونوا فاهمينها. إذا دلتا تي بينها في هذه الحالة هي تي إكيفالو ناقص تي واحد، وفي هذه الحالة تاع 80 تي إكيفالو ناقص تي اثنين. لذلك نرجع الخدمة تاعي، شوفوا في الحرارة المكتسبة خدمنا غير بتي إكيفالو تي واحد، تي إكيفالو تي واحد، أما الحرارة المفقودة خدمنا بتي إكيفالو ناقص تي اثنين. فهمتوني الآن ولا ما فهمتونيش؟ أيوة، خمانيش نسرع. أيوة، الآن روحوا احنا بما أننا في نظام معزول يساوي لكم الصفر، إذا تولي عندكم كي واحد اللي هي المكتسبة زائد كي اثنين اللي هي المفقودة يساوي لنا الصفر. أيوة، دوك الآن نروحوا نعوضوا العبارات تاعنا. كي واحد اللي هي كي كالوري زائد كي ام واحد زائد كي اثنين اللي هي ام اثنين تساوي لنا الصفر. أيوة، عندنا كل العبارات، معناته اللي عندك سي كالوري في تي إكيفالو ناقص تي واحد زائد ام واحد، خليني نتكلم انا احسن، اش اثنين او تي إكيفالو ناقص تي واحد زائد ام اثنين اللي هي سي اش اثنين او في ام اثنين في دلتا تي اللي هي تي إكيفالو ناقص تي اثنين يساوي لنا صفر. واضح؟ الان وشكون المجهول؟ هو سي كالوري. اذا نخرجوا سي كالوري وش يساوي؟ معناها هذه وهذه ننقلوهم للطرف الثاني يولوا بالاشاره ناقص. كاين اللي يقول لي استاذك تخرج لي كالوري بالناقص؟ لا، دوك نشوفوا تخرج بالناقص ولا لا، ونقسموا على هذه اللي هي تي إكيفالو ناقص تي أ. خلاص، الان راكم تشوفوا باللي هنا عندكم السعه الحراريه نتاع الماء، وهنا السعه نخرجوها عامل مشترك، نخرجوها هاي سي اش 2 او عامل مشترك. وش يبقى لنا؟ تبقى لكم ام واحد في تي إكيفالو ناقص تي واحد زائد، لاننا خرجنا الناقص عامل مشترك، تبقى لكم ام 2 في تي إكيفالو ناقص تي 2. هاي العباره نتاعكم نديروها في اطار، ونوصيكم دائما خرجوا العباره الحرفيه بعد ذلك روحوا ديروا التطبيق العددي، بعد ذلك التطبيق العددي. الان تطبيق عددي، الان واش عندنا؟ سي كالوري واش يساوينا؟ ناقص، نفتحوا خط كسر نكتبوا بلون مغاير باش تكون واضحه، انا نفتحوا ناقص، سي تاع الماء هي 4.185، في ام واحد قلنا 100 على ما اظن، ولا عندكم القيم؟ اي والله عندكم القيم. في تي إكيفالو، شوفوا هنا تحبوا تحولوا درجة الحرارة إلى الكلفن، والله ما تحولوهاش في هذه الحالة عادي. علاش؟ لأنه هنا الكلفن وهنا تخرجكم الكلفن وهنا عندكم الكلفن، معناها تختزل تختزل، أنتم أحرار، خلوها بدرجة الحرارة. تي إكيفالو شحال؟ 46.5، تي واحد هي 25 على ما أظن، زائد أم اثنين على ما أظن 80، تي إكيفالو قلنا 46.5 واثنين هي 80، أيوة، نقسمها على 46.5 ناقص ماذا؟ ناقص 80، ناقص 25، عفوا 25، عفوا 25، شحال تصيبوها؟ 14.60 جول على الكلفن. الصبري شحال شحال؟ لا 103.16 جول على الكلفن. نوصيكم القيم، عاودوا احسبوا مرتين وثلاث مرات، ماكم خاسرين ولا شيء. عاودي يا فاطمة، عاودي حساباتك، عاودي. المهم احنا نمشوا في التمرين وانت عاودي. الان هذه هي 103.16 جول على الكلفن. السؤال الذي يليه،
من أجل تحضير مشروب ساخن. معناها عندنا المسعر، باش نحضروا مشروب ساخن عندكم نفس المسعر السابق، معناها نفس السعة الحرارية اللي هي 103 فاصل شحال قلتوا لي؟ 16 جول على الكلفن. ايوه، وهذه تسمى بالسعة الحرارية فقط، ماشي السعة الحرارية الكتلية. واضح. الآن نديروا في حجم اللي هو في تساوي لكم 3 لتر، هذا الحجم المجمول. معناها نديروا قبلها ما نديروا 3 لتر، معناها درنا في ا درجة تساوي مجهولة ما نعرفوهاش، درجة حرارة تي ا تساوي 10 درجات. بعد ذلك أضفنا في 2 ما نعرفوش القيمة نتاعها مجهولة، بحيث ماذا تي 2 تساوي لكم 80.5 درجة. معناها هذه المسعر وفي A راح يكتسبوا حرارة ولا راح يفقدوا حرارة؟ في A يكتسبوا، وفي 2 راح تفقد حرارة. اي والله، معناها في 2 هو المشروب الساخن وفي A هي المشروب البارد. خلاص، اذا وشنو عندنا؟ الحرارة المكتسبة من ماذا؟ مسعر و في ا. بصح حنا دوك الان ما نخدموش بالفي ا والفي دو، لازم نحولوها الى ام ا وام دو. عطالكم الكتلة الحجمية ولا ما عطالكمش؟ جيد، عندنا رو تساوي لكم ام على في، اذا ام وش يساوي لكم؟ رو على، عفوا، رو في في، رو في في، رو في في، رو في في. خلاص الان حنا رو، عفوا، هنا ام واش تساوي لنا؟ رو راهو بالجرام، بصح في هنايا بالجرام المتر، وهنا عطانا باللتر. معناها نحولوها، معليش، معناها هنا نحولوها، بصح خلي التحويل من بعد نحتاجوه، ليس الان، حنا نخدمو بام او بام دو ومن بعد نحتاجوها. ايه، اذا المهم حنا نعرفوا باللي ام واش يساوي لنا؟ يساوي لنا رو في الفي. خلاص، اذا هنا رو تساوي لكم واحد، والفي اللي هو ما نعرفوش. خلينا نخدموا بالام او بالابل، هيا نحو هذا القانون بعد نرجعوا ليه. اذا عدنا نرمزوا لها بكيو ا، اذا كيو ا تساوي، هي تساوي لكم كيو كالوري زائد كيو اللي هي تاع ام ا. واضح. الان نفس الشيء روحوا نخدموا اللي هي تاع الحراره المفقودة، منين؟ من طرف ام 2، نرمزوا لها بام 2، اذا هي كيو 2. اذا كيو 2 واش تساوي لكم؟ تساوي لكم كيو ام، وشكون؟ ام 2. بما اننا في المسعر، مجموع كمية الحرارة واش يساوي لكم؟ صفر. مجموع كيو لي اي تساوي لكم الصفر. خلاص، اذا نروحوا نطبقوا الخدمة، العمل نتاعنا، معناها يصبح عندنا كيو 1 زائد كيو 2 يساوي لنا صفر. اذا كيو كالوري زائد كيو ام 1 زائد كيو ام 2 تساوي لنا الصفر. خلاص، الان نعوضوا بكيو كالوري، معنا عندنا سي كالوري في تي، ماذا؟ تي ايكيفالو ناقص تي 1، اي والله، زائد ام 1 اللي هي ام 1 في السي 1. نخدموا بام ولا نخدموا بالفي؟ خلاص، احنا اصلا احنا معليش نخدموا، احنا عندنا ام 1 زائد ام 2 شحال تساوي لكم الحجم الكتله؟ بما انه احنا عندنا رو احنا قلنا رو تساوي لكم ام على في، واحنا بما انه الكتله الحجميه 1 اذا هي تصبح ام تساوي لكم ماذا؟ في. معنى ام تساوي لكم في، اذا هنا ام 1 زائد ام 2 تساوي لكم ماذا؟ 3 كيلوغرام، او كي نحول نخدمه ب 3000 ماشي مشكل، وتساوي لكم 3000 غرام. بما انه السعه الحراريه راهي بالغرام نخدمه بالغرام. خلاص، الان عندنا ام 1 في سي 1 في تي ايكيفالو ناقص تي 1، زائد ام 2 في سي تاع الماء. نعم، درك يدوك نعوضو، دوك نخرجو نخدمو بجملة معادلتين. نعم، نخدمو بجملة معادلتين، تي 2 تساوي لنا الصفر. وعدنا نفتح جملة، عدنا ام ا
زائد ام دو شحال تساوي؟ 3000 غرام. وهذا هو الهدف الان، معناها نخرجوا يا اما نخدموا بام ا ولا بام دو كيما نحبوا. اذا نخدموا بام ا تساوي، نخدموا بام دو تساوي، يعني نخدموا بام دو تساوي، تساوي لكم ام ا ناقص 3000 غرام. هذه خلاص. اذا احنا الان هذه المعادله رقم واحد وهذه رقم اثنين، الان في بلاس ام دو نعوضوا بهذه. فهمتوني واش راني درت ولا ما فهمتونيش؟ اللي ما الباقي 3000 ناقص ام ا، 3000 ناقص ام ا بصح اي راهي تلفتني، راهي صايمه بزاف هذه، راهي تحضر بزاف. 3000 ناقص ام ا خلاص، معناها نخدموا بطريقه الجمع والتعويض. الان نروح نعوضوا سي كالوري عندنا، شوفوا تي ايكيفالو تي واحد وكامل عندنا. اذا نخرجوا تي ايكيفالو هذه في هذه الحاله هنا. نعم لا لا لا، كنت غلط كنت غلط كنت غلط كنت غلط. لا لا كنت كاتب، ما كنتش كاتب ام ا، كنت كاتب ام 2 تساوي لكم ام ا ناقص 3000. الاولى كون خلى المو عند الام 2. ما هذيك خلينا بصح، معليش انا هكذا انا صحاح ماشي مشكل. نواصلوا الان. ناتي او نقوم بالنشر، معناها باش نحسبوا الكتلة ام واحد ونخرجوها عامل مشترك، نقوم بالنشر ونخرجوا ام واحد اللي هي تكون عامل مشترك، تكون عامل مشترك. اذا عندنا في عندنا السي كالوري هذه ما فيهاش ام واحد، وهنايا عندنا ام واحد في السي اش 2 او في التي ايكيفالو ناقص تي واحد، زائد ماذا؟ زائد 3000 ناقص ام واحد في السي اش 2 او نتاع الماء، هذه السي اش 2 او، معناها عندنا ام واحد هنا. اذا نقوم بالنشر ونخرجوا ام واحد عامل مشترك. اذا نكتب سي كالوري كيش ما يكون مشكل والله في النشر، صحونا ما تخلوناش نكونوا خاطئين. ايوه نكتبوا كل شيء عادي، ام سي اش 2 او في التي ايكيفالو ناقص تي واحد على الله، زائد دوك الان 3000، وما تنساوش باللي راهي مضروبه في السي تاع الماء، السي تاع الماء معناها 3000 سي اش 2 او مضروبه في التي ايكيفالو اي والله ناقص 3000 في التي 2، هكذا راني صحيح اي والله. دوك الان بقات لنا الام واحد، معناها ناقص ام واحد في السي اش 2 او في التي ايكيفالو، والناقص مع الناقص تولي زائد اي والله ام واحد في السي اش 2 او في التي 2 يساوي صفر. جيد خلاص. دوك الان عندنا ام واحد هنا وعدنا ام واحد هنا وعدنا ام واحد هنايا، معناها نخرجوا ام واحد عامل مشترك. وشكون اللي راه مخرج العباره نتاع ام واحد واش في ماذا؟ عندك العباره ولا ما عندكش؟ معليش معليش ماشي مشكل، نكتبوا عدنا ام واحد في السي اش 2 او وام واحد في السي اش 2 او وام واحد في السي اش في السي على الحاله تاع الماء. اذا نخرجوا السي اش 2 او عامل مشترك مع ام واحد عادي. والله اذا هاي لك، معناها تولي عندنا ام واحد في السي اش 2 او. نفتح قوسين، بقات لنا هنايا ام واحد اللي هي هنا تي ايكيفالو ناقص تي واحد اي والله، زائد ولا ناقص؟ ايه ناقص 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 تي ايكيفالو اي والله نا ومن بعد لا ومن بعد عندنا زائد 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 تي 2 يا اخي هكذا كدير. ها شوف بين قوسين، تخلي ناقص داخل ودير بين قوسين. لا لا بصح نفتح الاقواس، علاش نخليهم؟ هاي عندنا السي ام ام واحد، عندنا ام واحد سي اش 2 او مضروبه في التي ايكيفالو ناقص تي واحد، هاي لك تي ايكيفالو ناقص تي واحد هكذا. وعندنا ام واحد في السي تاع الماء في التي ايكيفالو، معناها هاي لك ناقص تي ايكيفالو تاعنا. وعدنا هنا زائد ام واحد في السي تاع الماء في التي 2، هاي لك تي 2. اذا انا هنا نغلق نختزل تي ايكيفالو مع تي ايكيفالو، تروح ولا ما تروحش؟ هكذا. اذا هذه تروح. دوك الان عدنا نديرو تساوي، عدنا هنايا سي كالوري في تي ايكيفالو ناقص تي واحد
اي والله زيد زيد اه تولي عندكم ناقص 3000 3000 اه لو كان نخرجوا 3000 عامل مشترك تبقى لنا تي ايكيفالو في السي نتاع الماء ناقص تي 2 هكذا ولا ماشي هكذا اي والله اذا اه وهنا عندنا ناقص باش ما ننساوهاش اذا الان هنا واش ندير معناها اختزلت ايكيفالو مع تي ايكيفالو تبقى لكم هنا ناقص تي ا زائد ماذا زائد تي 2 معناها نديرو تي 2 ناقص تي ا في هذه الحاله في هذا القوسين هاي والله اذا نخرجوا ام نخرجوا ام ا واش تساوي لك هاي والله معناها نديرو خط كسر ونديرو الناقص تاعنا هنايا يبقى لك سي كالوري في تي ايكيفالو ناقص تي ا هاي ناقص نخرج نخرجوا ناقص عامل المشترك معناها تبقى لكم زائد ماذا 3000 في تي ايكيفالو في سي اش 2 او ناقص تي 2 اي والله نقسموها على ماذا شوفوا واش نقسموا الان عندي سي اش 2 او عامل مشترك تبقى لك الداخل عندنا تي 2 ناقص تي اي والله لانه عندكم ناقص تي تي 2 ناقص تي ا خلاص هذه هي العباره خرجتكم العباره هكذا هكذا ايوه الان تطبيق عددي كل المعطيات عندكم عندكم سي كالوري حسبناها مقبل اللي هي 103.16 عندنا تي ايكيفالو عطاها لكم عندنا ناقص تي ام موجوده 3000 كل شيء موجود اذا كي نعوضوا ونحسبوا راح نصيبوا ام اش حال ألف فاصل تسعة وعشرين إذن ألف جرام نكتبوها ألف جرام معناها ما يساوي شحال يساوي لكم واحد كيلو جرام خلاص الآن إحنا وش وجدنا كذلك عدنا أم أ زائد أم دو تساوي 3000 أي والله عدنا هنا أم أ زائد أم دو تساوي لكم 3 كيلو غرام ولا نديرو 3000 معليش نكتبو 3000 غرام اذا ام اهي عندنا اللي هي 1000 نقلوها في الطرف الثاني تصبح ام 2 تساوي لكم 3000 ناقص 1000 وتساوي لنا شحال 2000 غرام اي ما يساوي 2 كيلو غرام خلاص وجدنا انه ام ا تساوي لكم 1000 نحطوها ب 1000 غرام والام 2 تساوي لكم شحال 2000 غرام الان واش عندنا عندنا احنا رو يساوي لكم ام على في لازم نجيبو في 1 في 2 اذا هنا تولي عندكم ام ا في ا يستلزم انه في ا يساوي لكم ام ا على رو رو موجود اللي هو 1 اذا تولي عندكم 1000 على 1 وتساوي 1000 مليلتر او ما يساوي بالفي ا اللي هي 1 لتر نفس الشيء نحسبوا رو تساوي لكم ام 2 على في 2 يستلزم ان في 2 شحال يساوي لنا ام 2 على رو وما يساوي لكم الى 2000 على على شحال واحد على واحد نعم وتساوي وقراني صايم تاع الصح اليوم 2000 مليلتر اي ما يساوي 2 لتر إذن وجدنا أن VA يساوي لكم 1 لتر و V2 يساوي نشحال 2 لتر وهو المطلوب خلاص؟ هذا هو التمرين خلاص؟ صحة فطوركم شكرا والسلام عليكم بارك الله فيكم أخي مفهوم؟ مفهوم جدا آه يا شكرا بارك الله فيكم سلام